عمر كان يكره أهل العراق ولا يحبهم، ودعي للسفر إليها فأبى، وشاور المؤمنين فرفض أن يذهب إلى العراق، مع أنه راح إلى الشام مرتين. نعم. وكذلك أبو بكر الصديق، ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخل عليه أهل العراق إلا آخرا. ومن العجائب أن كانوا دائما يغضبون عمر أهل العراق، حتى إنه في مرة من شدة غضبه على أهل العراق صلى وسهى في الصلاة، وصاروا الناس يعني يذكرونه ولا ينتبه للصلاة. أن عمر كان لما أغضبه أهل العراق، وهذا أخرجه الدولابي كما ذكرنا، وأخرجه يعقوب بن سفيان وغيره عن أبي عذب الحضرمي قال: حججت في خلافة عمر فنزلت المدينة فقلت لأصحابي احفظوا علي رحلي حتى أشهد صلاة الظهر. المهم إن أهل العراق أغضبوه، كل شوية يتكلمون في الولاة ويخلعون واليا ويعترضون على الولاة ولا يستقر لهم حال. فجاء عمر من شدة الغضب صلى فسهى، فكان يقول: من ها هنا من أهل الشام؟ انتبه شيخ، هذا مقدمة مهمة. نعم. فشوف عمر يقول: يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ، اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم وعجل لهم بإيش؟ بالغلام الثقفي، وعجل لهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. كما قلت لك هذه الرواية أخرجها جماعة من أهل العلم، الدولابي ويعقوب الفسوي، هذه إشارة من عمر أن النبي أخبرهم عن غلام ثقفي، هذا بعد لم يولد الحجاج في هذا الوقت، وأن هذا الغلام سيقسو على أهل العراق. لماذا؟ للفجور والكذب والخيانة التي في أهل العراق. هذا البداية. نعم. عمر كان يعرف هذا، وكان عمر يتمنى أن يعجل الله عز وجل بهذا الشاب أو الغلام الثقفي ليؤدب هؤلاء العراق. ليش؟ لأن أهل العراق لا يصلح معهم الطيبة، لا يصلح معهم النقاع. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا، تفضل. حياك الله. أنا سمعت حقيقة حديث في صحيح البخاري ومسلم بأن القرآن قد طابق عمر في ثلاث، منها بأن عمر دخل على نساء النبي وقال لرسول الله: أيدخل علي على نسائك البر والفاجر؟ فهل يدل هذا على أن نساء النبي كان غير محجبات؟ وكيف يدخل البر والفاجر؟ هل هؤلاء من الصحابة؟ وهل عمر أكثر غيرة على نسائه من النبي صلى الله عليه وآله؟ أما السؤال الثاني يا حضرة الشيخ، بأن هناك رواية في مسند أحمد بن حنبل أن عمر لم يضع الماء على أسفليه، لم يغسل موضع خروج البول والغائط أبدا بالماء، وإنما كان يمسح بالحجارة، ألا تشتم رائحة كريهة الآن عندنا؟ طيب. في كذا. أكمل يا أخي، أكمل. عندك شيء ثاني؟ دعني أكمل يا شيخ. تفضل. دعني أكمل. على الرحب والسلعة أكمل. نعم. تفضل. نعم. قلنا هناك رواية في مسند في صحيح مسلم بأن عائشة كانت تأمر أخواتها وبنات أختها. نعم. نفس الرواية موجودة في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم. نعم. الجزء الخامس في صفحة 622. نعم. أن عائشة كان شاب الأيفع. وكانت عائشة قامت بإرضاعه. الصوت نعم الصوت انقطع وابتعد. لا بأس. على كل حال هذا الأخ أبو أيوب من الكويت ذكر بعض الأدلة والشبهات، ولا بأس يا أخي، العلماء أجابوا عنها كثيرا، وبإمكانك بضغطة زر واحدة على الجهاز أن تجد جواب هذه الأدلة وهذه الشبهات.